فاكرين يا عيال الصورة دي؟ كانت أحلى أيام. معقولة لسه عندك الصورة دي؟ ده أنا كنت بحبها. شفت دينا شكلها كان عامل إزاي؟ إيه ده؟ أنا بقيت شكلي كده. مش بنشوفك ليه أونلاين؟ هتشوفوني كتير أونلاين علشان بقى عندي BFM من IM. IM مش بس خدمة إنترنت، دي حياة كاملة هتعيشها وأحلام كتير هتحققها. اوعى الدنيا تنسينا الأيام الحلوة. IM حياتك أونلاين. خلينا في البلاريسيا السياسيه. البلاريسيا السياسيه خلينا في انه الهدف هو ابعاد طلعت السادات عن الساحه وياخد راحه بريك. كيف استراحه محارب زي ما انا هو ده كيف تمكن اعدائك من ذلك؟ يعني انا شايفك قاعد مع طرحوا فكره الفكره بمنتهى البساطه. لا ده اخويا حبيبي وزين ما اخويا حبيبي الاعداء ولا وبعدين هو كرسي مجلس الشعب ده انت عمال تقول الحصانه ومش حصانه. هو انا اعرف يعني ايه حصانه؟ ده انا بيرفعوا عن الحصانه في ايام الجمعه والاجازات والموالد. الدكتور فتحي اسرع واحد بيرفع حصانه عنه في العالم هو طلعت السادات. ده انا نهار ما اتهموني ان انا اساء. انت واضح تعبت او خفت يعني. لا انا ما بخافش. لا خوف لا لا الكلمة دي ما تتقليش انا. لا 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 لا. طيب. اخاف من مين الا منه بس ده اللي يخوف غير كده لا مؤاخذة يعني مين ده اللي يخوفنا. طيب. يبقى انت في البداية قلت انه بالفعل الحزب الوطني يطعنك باخيك. احسن الفكرة فكرة جهنمية ولقيت استحسان لما استعرضت المرشحين كلهم اللي موجودين لقيت ان الدكتور عفت مش عشان اخويا انا يهمني مصلحة مركز سلة. اقسم لك بالله انا لو اطور اقطع من جتتي من لحمي وافرق عن الناس في مركز سلة لعملها ومستعد اعملها قدامكم لو يرضيهم. لما لقيت واحد في قلبه رحمة وبيحب الناس وابن البلد وينتمي وسيبك من انه مشي مع جوحة شوية وراح على البلاش شوية اما اصله هنا وحيندفن هنا ما هو مكانه في التربة جنبي في الآخر هيروح في إيه؟ ما هو المكان واحد. لا كان عندك كان لديك حل. أنا بيني ما بينك قلت إيه؟ قلت لو الحزب الوطني جاب الدكتور عفت ماشي. لو الحزب الوطني ما جابش الدكتور عفت هنزل وأمري إلى الله. يعني انت هنا نوع من الابتزاز يتجيبه الدكتور عفت يا هنزل مين؟ هو الحزب الوطني ده حد يبتزه يا راجل. طيب انا بس قبل بس ما ارجع لك دكتور عفت هو الاستاذ صلعت كان على يقين في البدايه ان الحزب الوطني يستخدمك تحديدا يعني انت السكين اللي بيطعنوا بيها طلعت السادات من الخلف. لا الكلام ده يعني ملوش اي اساس لان يعني الحزب الوطني ما هوش طرف في هذه الحدوته من البدايه. هو قال يعني هذه كانت قناعاتي يعني في البدايه. معلش ما دي بدايات لكن احنا لما قعدنا وهي قناعاتك حاليا بس انا همشي معاك شويه حياتك ليه لان الموضوع ما بداش من الحزب الوطني. يعني احنا ما فيش حد من قيادات الحزب جه قال لنا تعالوا اعملوا او تعالى يا عفه تعمل. الموضوع ببساطه شديده استاذ عفه يعني انت نازل من نفسك. ايوه مش بتوجيه من الحزب الوطني. انا راجل طبيعي. امال مين ابليس اللي بتقصده؟ ما عشان كده انا بقول لحضرتك ده حزب وطني قديم خد بالك هو طيب او كل حاجه وانا بحبه والناس هنا بتحبه بس برضه حزب وطني. حزب وطني. بص يا استاذ وائل الموضوع ببساطه شديده انا موجود في الحزب من فتره طويله واحنا يعني الحزب يعني احنا في كنا في حوارات دائمه مع الاستاذ طلعت لان احنا شايفين حجم الجهد الجبار اللي بيبذله عشان يعني المساعده وتحقيق احلام الناس البسطاء. فانا دائما كنت يعني بحاول ان انا اقول له يا طلعت ان الامور ممكن تبقى موجوده بشكل مختلف وبشكل افضل والصوت الحر او الضمير الحر ممكن يتواجد سواء كان مستقل او سواء من خلال عمل مؤسسي محترم. فلما طرحت فكره ان ايه المانع ان ما دام انت طلعت النهارده بتقول في بعض الاحاديث ان هناك شيء من التعب او هناك شيء من يعني التعب الصحي يعني طيب التواصل انت في ذهنك ايه؟ هل في ذهنك اختيارات محدده ولا الاختيارات مفتوحه؟ فطبعا طلعت له اشتراطات يعني انا تكاد تكون صعبه جدا في اختيار اي حد يبقى يخلفه او انه يكمل المسيره. فلما ابتدينا نتناقش مره واثنين وثلاثه ثم النقاش على مستوى حتى العائله
اللي هم طلعت بيثق فيهم العمام الكبار و الى اخره. يعني عم سكينة لقينا ان هناك توافق اللي بتفهم يعني موجود على وجودي في حاله ما اذا كان فعلا اقدر ابقى من خلال الحزب الوطني عشان نحقق احلام الدايره. طب ما تنزل في دايرتك اللي انت عايش فيها يا استاذ عايش. لا ما انا عايش هنا وعايش في اسكندريه. اصل انا عايز اقول لا يعني حاجة. انت خط الانتخابات من قبل في اسكندريه فشلت. لا فشلت فيها مرتين في مجلس الشورى ثم في مجلس الشعب. لا 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 هي مره واحده وفي نادي الاتحاد السكندري بعد ذلك. لا نادي الاتحاد دي قصه ثانيه. لا 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 دي هي أمور انتخابات امور ما لهاش علاقه بحدوته بالعمل السياسي. لا يعني انا اقصد يبدو انك افتقدت الى الشعبيه في الاسكندريه فجئت تبحث عن شعبيه اخيك طلعت السادات والله وتأخذها والله منه. والله انا مش هقول لك لا لكن هي مش يعني طبعا طلعت انا عارف انه له المكانه وله الحظوه في دائره التلا ولكن احنا في الاخر كلنا بتظللنا يعني الشجره العملاقه وهو الرئيس الراحل السادات. يعني احنا كلنا من هذا المنبع. فمساله الشعبيه ومساله الرصيد انا اعتقد ان اي حد بيحققه بالعمل المخلص العمل الجاد. انا جاي من خلال الحزب الوطني عشان احقق المعادله الطبيعيه لان هذا الحزب اتاسس هنا في تلا. طيب استاذ طلعت لو جبت يعني واحد حتى لو كان ساذجا حتى لو كان مغفلا متخلف وهقول له ان طلعت السادات احد اكثر المعارضين عنفا ضد الحزب الوطني وهو اشد المعارضين عنفا ضد الحزب الوطني يقول للناس اعطوا اصواتكم لاخي عفت الذي ينتمي الى الحزب الوطني. دكتور عفت لو بينتمي لاي حزب شوف بقى انا مالي ومال الحزب الوطني. انا بتكلم على من يصلح يخدم الناس. هو في التزام حزبي هو في النهايه. انا مالي انا ومال الحزب الوطني. هو الحزب الوطني حتى لو في واحد اصلاحي هو عيب ما كويس. طب يا ريت يعني كل بتوع الحزب الوطني اصلاحيين زي الدكتور. لا يعني عايز اعرف ايه التعارض في ان انا ابقى ملتزم حزبيا وراجل بعبر عن فكري بكل حريه وبكل منطق. يعني بالعقل الذين يمنحون اصواتهم لطلعت السادات لانه ضد النظام وضد الحزب الوطني هل يمكن ايضا ان يمنحوا اصواتهم لعضو في الحزب الوطني؟ انا متوقع ان انا احصد الناحيتين. هحصد اللي بيدوا للاستاذ طلعت وهحصد اللي يتمنوا انهم يبقوا موجودين مع الحزب الوطن بالتاكيد. لا يعني استاذ صلاح خليني اقول لك واسمح لي في التعبير انا شايف فيه انتهازيه سياسيه. مفيش اطلاقا. لا 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 انتهز مين اللعب ما بين مين بس خليها في انتهازيه سياسيه. مركز سلام يا عم مفيش تيجي منين الحزب الوطني. انت ضد الحزب الوطني ولا معاه؟ انا ضد الظلم ضد الفساد ضد الحراميه ضد الاوانطه ضد اللي شافتين الشعب. انا ضد كده. انا ضد اللي وصلت له مصر. انا ضد الكلام ده ومش هتغير. لكن انا بتكلم النهارده في جزئيه الحزب الوطني اللي انت بتتكلم عنه ده في مركز تلا 12,000 بني ادم اللي بيطلع منهم الانتخابات 5. الدكتور يلزمه 55,000 يبقى حزب وطني. يبقى الشعب الناس الاعتماد على الناس مش على حزب مش على سلطه مش على قوه. العمليه دي عاوزه واحد عنده ضمير. اللي عنده ضمير ما هو يا استاذ صلاح الضمير ما يقوليش ابدا الضمير ما يقوليش ابدا انك تتخلى ببساطه لا بتخليش عن ناخبيك الذين منحوك اصواتهم. زي ما مفيش تخلي زي ما انا وبخدم من خلال عملي كراجل محامي ومكاتبي للمحاماه سواء في القاهره او في تلا زي ما انت يعني طلعت السادات هو عفة السادات. يا استاذ وائل انا بتكلم على الظلم وخدمه الناس. لا لا انا اسمح لي ان ارد عليه. عفة السادات لن يتحدث عن انه الحزب الوطني هو الذي دمر مصر وهو الذي نهب مصر. انت تتحدث بهذه اللغه. انا بقى ايوه. طب انت ليه عايز تتكلم بس على 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 نص الكوبايه اللي الناس شايفاه؟ طب ما تعالى نتكلم على نص الكوبايه المليان. اقول لك الحزب الوطني عمل ايه وعمل ايه وعمل ايه وعمل ايه يعني. لا هو دي وجهات نظر. ما هو انا عايز اقول لحضرتك ايه هو إيه ما هو اللي يمنع ان الاستاذ طلعت يعبر عن ارائه رغم الاختلاف؟ بس انا كمان لازم اعبر عن ارائي. انا مش هنكر ان في خدمات. انا شايف ان في حاجات على ارض الواقع بتتحقق. بس مش هنكر ان في عملوا لنا محطه ميه زمان. احنا ما كنتش تعرف تشرب كوبايه ميه ليها لون وطعم وريحه وحاجات بتعوم جوه وممكن تيجي تشرب بق ميه حاجه تعضك. ده اللي كان بيحصل. والميه كان فيها شابه
تغسل بيها راسك شعر راسك. طيب يوقف. يعني الحزب الوطني دلوقتي بقى كويس لانه لا عملوا لك محطه ميه. انا بقول لك في حاجه وانا بنكر ان هو عمل حاجات الحكومه يعني، وانا بنكر الغاز دخلته في تله الحمد لله رب العالمين، ما بنكرش الكهرباء حصل نوع من الاصلاح، لكن طلباتنا ياما يا اخي يا استاذ وائل، طلباتنا كتير. انا مش عايز بس محتاجين حاجات كتير، لان الكلام عن الحزب الوطني يعني انا مش يعني مش المفروض ان انا ادافع عن الحزب، لان الحزب له قياداته اللي تستطيع انها تتحدث افضل مني بكثير، ولكن انا اللي عايز اوضحه ان الحدوته حدوته يعني تواجد في دائره شعبيه لها احتياجات سواء كانت مشروعات عامه او احتياجات خاصه. احنا كاسره في النهايه موجودين عشان نحاول قدر الامكان ان احنا نحقق هذه المعادله،